مساء الخير، وحشتوني والله، وحشتوني يومي ما نزلت. أحس نفسي طبعا تعرف ضغوطات المدرسة وكذا، دوامات وكذا، والله قلت يلا خلينا اليوم لازم أعمل مقطع. المفروض إني أعمل السبت بس لكن انشغلت وكذا، خلاص قلت اليوم لا لازم مقطع. فقبل أن نبدأ المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. طبعا اليوم قررت إني أتحول إلى الشرير هنا في باب البيوت. فدحين راح نشوف. قلت يلا، فاخذت الشخصية هنا من روبلوكس. طبعا الشخصية هذه مجانية، فروحوا وخذوها. فدحين اكتب دماء وزي كده واشوف كيف شكل الدم. اوه شوف كيف الشخصية، شوف اقدر اغير لونه. واو تقدر تغير لونه. اخلي لونين، خلينا نخلي لون ابيض ولا اسود. الابيض طيب حلو، عشان انه ايه بخليه بين الشرير، ولما يدخل بيت الناس ما حد حيشوفه. فنقصره كمان، نخليه قصير 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 قصير، فما حد راح يشوفه وزي كده. وندخل بيوت الناس ونسرق ونتجسس عليهم بين الشرير. دحين استنوا بكتب كده دماء، اشوف ايش يطلع لي بالانجليزي، اشوف ايش راح يطلع لي، ايش اقدر احط لبيلي. خلينا نشوف. لا لا لا، ايش هذا؟ اوكي درج، هذا معلق شكله. شوف بس نشوف ايش راح يطلع لي، شيء كذا يعني يجعله، ما ادري اذا يجعله. اوه والله يجعله، لا ماني بكذا. ايش ذا؟ شوف وجهه نقطة دم، اقدر احط قد ايش ما ادري. اشوف شوف 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 كيف، شوفوا شوفوا شايفين شايفين كيف، والله مرة حلو. شوف السكين، أقدر أخذ السكين، والله أقدر أخذها، نحط ده كمان حق المومياء. الفكرة الجاية شكله مومياء. أوكي طيب، وش كمان؟ طيب إيش كمان إيش كمان؟ والله حطيت أشياء مرة كثيرة. شوف إيش ده إيش ده، كوم الدم يا ماما. فالحين نشوف. طبعا انا الحين يعني هنا انا فكرتي انها هي كده بس، يعني بوريكم زي انتم تسووا الفكرة وزي كده، اطبقوها احلى مني وسووها. انا هنا الحين شوف شوف شوف، ندخل بيت هذا الرجال. يلا يلا بسرعة خش، يلا خش. ايوه خلينا ندخل بيت هذا الرجال. فانا اليوم قررت اني اكون هنا بين الشرير، ما حيشوفني هنا لو وقفت. نشوف، والله ما شافني، شوفوا بيدور عليا. والله شافني. لسه ما طلعت حتى هذا، هو شافني طبعا. يلا خلينا نشوف، خلينا نشوف كيف اشيل هذا واروح اذبح كل الناس اللي في المكان. يلا بسرعة عيدوا يا ربي، اعطوني باند. شوفوا 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 كيف، وكوم الدم، شايفين كيف؟ شفتوا كيف اتحولت لبيلي؟ شرير بيلي، بيلي ولا بيلي؟ استنى خليني اشوف كده، اشيل كلمة اف كي، اشوف كده يقدر يصير، ما يصير هذا شكله. لا والله صار، بس انه شوف 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 كيف، واو والله مرة يخوف. دقيقة كمان خلينا نختار حاجة ثانية. شوفوا هنا وجه الشرير، يجي على وجهه ولا ما يجي؟ والله يجي، شوفوا كيف، شوفوا شوفوا شوفوا، والله مرة حلو. خلينا يلا الحين نجيب هذا السيف، خلينا نشوف بسرعة بسرعة بسرعة، اطلع يا سيف. خلينا نشوف افجع كل الناس، اشوف ينفجعوا مني ولا لا. يا الله خسارة انه ما في عرب، والله كان هنا عزبت العرب، يعني اقدر اتكلم معاهم براحتي. اما لكن اللي شو اسمه الاجانب تحسهم كده طفشانين منك وكده، يعني ما هم فاضيين لك، ما ادري ايش فيهم، ما يبغوا يسووا معاك ولا شيء، يعني اللعبة للجميع، يعني ما يبغوا يلعبوا هم الا مع نفسهم. شوفوا هذا اللي اعطاني بعد، خلينا اشوف كده، خلينا نشوف ايش تسوي هذه. والله ولا عليها، كأنه ما في حد بيفرشها يضربها قصدي. طيب نروح دحين على بيوت الناس ونفجعهم كده. اوكي كده هذا البيت هذا،
اوكي خلينا نروح. هاخد بان تعرف، هاخد بس يعني يلا خلينا نشوف كده، نشوف هذه البنت هي صاحبة هذا البيت ولا مو هي. طيب راح ادخل كيف اشوف البنت، الحين هتعطيني بان. والله هي صاحبة البيت هذا، خلينا اشوف فينها. ما بشيل، ما ابغى الفيس، خلينا اشيل الفيس هذا، ما عجبني الصراحة. هو الفيس حلو بس انه يعني عشان هو يكون نفس الشخصية. شوف هذه الاشياء كلها حطيتها له، شايفين؟ والله مرة كده حلو، شايفين؟ صير بيلي بيلي ولو ايش هو، بيلي بيلي مو شو بتشيلني، خلينا نشوف ايش تسوي. والله شالتني هرمتني ما تباري، تحت تعطيني بانت، خليني اخرج انا بكرامتي احسن لي. طيب نشوف كده اذا في احد تاني، والله الفكرة شكلها ما تزبط معنا، نشوف دول، خلينا نشوف هذا حيقبل اني اسوي فيه مقلب ولا لا. هو مو مقلب بس اني ابغى اصير بالشرير. اوكي شفتوا كيف سيطر لكم انا الشخصية، فانتوا عاد خدوا الشخصية، خدوا الكلمة، هحط لكم الكلمة طبعا كالعادة، وانتوا سووا الشيء اللي انتوا تبغوه. شوفوا كيف، والله مرة الشيء خطير. شوفوا كيف توبتو، بس وجهه ده اللي مبتسم خلينا نخليه وجه معصب. اوكي كده ايوه هذا مرة الوجه حلو. بعد حين نشوف دقيقة كده كمان كذا خلاص، ما في بيت تاني والله، أحس إنه ما في والله بيوت. شوفوا ما في ناس طبعا، الفكرة لم تزبط تمام، لو كانت في أختي معايا كانت حسيت فيها مقلب، بس مع الأسف كلهم شايفين كلهم روس اللي موجودين. خلينا نشوف هذه كمان، أنا أقدر أدخل، خلينا أخذ الكيس دقيقة كده، فين الكيس؟ الكيس في البداية، ترى أنا أقدر أدخل أصلا بيت الناس. أصبر خلينا ندخل نقتحم البيت، يلا يلا ادخل. ولا هذا ما يدخل، زي نفس زي الشخصيات الباقية. هو تصدق والله دخلنا خلاص، خلينا نشوف إذا في أحد، ما أتوقع إنه في أحد في البيت. أشوف كذا، لا ما في أحد هنا، خلينا نشوف الغرفة، خلينا نشوف هنا. والله هنا صاحبة البيت، خليني أفجعها أشوف. ده حتى قمت مفجعة نايمة في السفر، حتى أعطيني باند. خلاص أدتني باند، المهم زبطت الفكرة في واحدة ولو ما عندي مشكلة. يلا خلينا دحين ندور لنا بيت ثاني كمان برضو بنفس الطريقة، نقتحم البيت وبعدين مندق الجرس ندخل البيت كذا، وش اسمه ندخل بيتهم بعدين شو اسمه ندخل بيتهم ونعمل نفس الحركة. دقيقة ندخل ده البيت، شوفوا كده تدخل ايش هم كلهم حاطين، والله شوفوا شوفوا. اوه هذا اصلا اعطاني شو اسمه دور على طول المكتوب، اعطاني بهند. الله خلينا نروح نشوف كمان أحد ثاني، أتوقع إنه كلهم حيدوني. هنا هذا 19 ولا رقم كم داخلته، فخلينا نشوف إذا كان في أحد في البيت ولا ما في. ما في أحد في البيت طبعا، البيوت حقتهم كده بس يحطوها ويخرجوا من البيت، ولا ما أدري عنهم فين يروحوا. ما في هنا كمان أحد، شايفين؟ شوف شوف كيف الشخصية، والله مرة تخوف. دقيقة دقيقة خلينا ندخل هنا كمان، ما في برضو واحد، ايش هذا ايش كذا ما في حد. شوفوا شوفوا هي هي، خلاص خلينا نسوي لها مقلب. ما حد على طول، ما عندهم لعب، كلهم ادوني بعد، خليني خلاص اطلع، كلهم مش بدوني بعد. قولوا المقطع اذا عجبكم وتبون اسوي شخصية ثانية كمان، فجروا المقطع، اعطوا تعليقات وانشروا في كل مكان، وشكرا على 6000 مشترك، والله مرة مبسوطة فيهم، حبكم والله مرة مبسوطة والله. 1 2 3
في رقبته أربعة، طيب كم بيت؟ أربعة بيوت دحين، هذا باقي، يلا يلا باقي هذا. طيب ونكتب الكلمة نفسها حقتنا، اوكي، وبعدين نسوي كذا، نروح بسرعة ندخل البيت ومشي كذا، نسوي نشوف البيت ده، أشوف كذا ما في أحد في البيت شكله الظاهر هذا، خلينا نطلع هنا فوق كيف في أحد فوق، ما في أحد ما شاء الله، الأجانب اليوم موجودين في بيوتهم، هذا بس ما هو موجود أحد، ما هو موجود اللي هذا، والله ما في، ليش كذا ما في أحد؟ لماذا لا يوجد أحد؟ والله ما في أحد، شوفوا كيف الشخصية، شوفوا والله برا يخوف. طيب شوفوا نشوف برا، يمكن برا صح، ما في أحد والله، والله بيتهم مرة حلو بس ما في أحد. طيب هذا آخر بيت أتوقع، يمكن معايا استنوا خلينا نشوف إذا في بيت تاني هنا بس ما في أحد، خلينا نشوف إذا لقينا البيت الأخير عشان خلاص نختم المقطع، وقولوا لي إيش رأيكم، يا اليوم مدلعكم، راح ننزل لكم مقطعين إن شاء الله. يوه إيش بدا ما يطلع يا ربي، والله ما بيطلع ده. أعزقوني أشوف إذا سويت كذا هقدر أطلع، نشوف نشوف إذا في بيت ثاني، ما في خلاص بيوت كلها خلاص أعطوني فيها بعد، شايفين كلها أعطوني فيها بعد، هذا اللي أنا فيه. أوكي بس هو بالله بس هذا هو مقطع لليوم، في نهاية المقطع لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، فجروا مقطع لايكات وتعليقات وانشروا في كل مكان، وقولوا لي الفكرة الجاية ايش تبوها، وايش تبون كمان من اكواد اعمل لكم هي. يلا خلينا نروح هنا اخر مكان اللي هو مكاننا الاساسي، مكاننا اللي انخلقنا فيه هذا هو. اوكي خلينا نشوف، نعذب واحدة كده كتكوتة، خلينا نشوف هذه البنت، هربت 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 خلاص.